كنقدموا التعازينا للولاد ديالو منى وعمر، كنقدموا التعازين ديال كل افراد العائله والزملاء والاصدقاء والاطر البيداغوجيه والاداريه ديال جامعه عبد الملك السعدي. دونك الاثر غادي يبقى، لان بصراحه كيف قلت تفاجئنا ونظر للمكانه ديال الرجل، ولكن كذلك الاستاذ المرحوم الرامي كان دائما كيشجع الجميع باش الجامعه يكون عندها اشعاع وطني ودولي، وان شاء الله غنبقوا مخلصين لهاد الرؤيه ديالو وهاد التوجه ديالو. تعازينا الحاره للاستاذه افيلال ولاسرته الصغيره، وكذا الى كل المسؤولين بالوزاره الوصيه برحيل الاستاذ محمد الرامي. فقدت جامعه عبد الملك السعدي احد اكبر اعمدتها، فهو ساهم بشكل مباشر في بناء هذه الجامعه، اولا كاستاذ ثم كباحث وخبير دولي متالق في علم الاعصاب، ثم كرئيس شعبه فنائب للعميد فعميد لكليه العلوم لولايتين، ثم كرئيس جامعه عبد الملك السعدي. كما قلت في فرصه سابقه، الاستاذ الرامي لم يكن يشتغل من مكتبه، كان حاضرا معنا، حاضرا مع جميع العمداء في الصفوف الاولى في هذه الحرب ضد هذا الفيروس اللعين، وكان حاضر معنا لإنجاح هذه السنة الجامعية وحتى لا يضيع أبناء هذا الوطن، فكانت الفاجعة. حتى وهو في فراش الموت وفي الساعات الأخيرة، وهو كان يبعث لكل فريق العمل وكل فريق المسير برسالات البريد الإلكتروني حتى يتطمئن وحتى يسهر على حسن سير الجامعة رحمه الله. برحيل صديقي وعزيزي الأستاذ محمد الرامي، لم نفتقد فقط رئيسا كما قلت، ولكن زميلا عزيزا علينا، فهو صديق أصدقائه، كان يمد لنا يد المساعدة كلما احتجناه، فرحمه الله وأدخله فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفقيد برحمته الواسعة، وألهم عائلته الصغيرة الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون، والسلام عليكم. الشعبي الوطني أو الدولي، إن شاء الله نستمر جميعا كفريق واحد، كيف ما كان الرئيس المقبل، كيف ما كانت النوع ديالو أو الاسم ديالو أو يعني الجنس ديالو، غادي نبقى دائما فريق متماسك يعمل يد في اليد من أجل مصلحة جامعة عبد الملك السعدي، باش يمكن لها تحافظ على المكانه ديالها وتسترجع القيمه اللي كانت عندها سابقا وتزيد تنميها مستقبلا. كريم عبد اللطيف، عميد كليه العلوم بتطوان جامعه عبد الملك السعدي. وفاه الاستاذ المرحوم الدكتور محمد الرامي رئيس جامعتنا، وبالنسبه لنا يعتبر خساره كبيره نظرا لمكانه الاستاذ، نظرا لمكانة المسؤول، نظرا لمكانة الرجل. فكمسؤول لا كعميد كلية العلوم بتطوان سابقا، الإنجازات ديالو كتشهد على كل مقام به في الكلية، كذلك كمسؤول في جامعة عبد الملك السعدي
كل الأعمال ديالو والأنشطة ديالو و التواصل ديالو عطى واحد الإشعاع كبير للجامعة ديالنا. اليوم ماشي غير الجامعة عبد الملك السعدي اللي فقدات مسؤول، ولكن الجامعة المغربية. وبهذه المناسبة كنقدموا التعازي للأسرة ديالو، الزوجة ديالو اللي هي أستاذة في كلية العلوم، كذلك كنقدموا التعازي لكل الزملاء ديالو والأصدقاء الشركاء، والله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لابد أن أقدم أحر التعازي لأسرة الفقيد الصغيرة والكبيرة أستاذ محمد رامي رئيس جامعة عبد الملك السعدي. أستاذ محمد رامي شهيد الواجب الوطني، الأستاذ محمد رامي الذي لم يهدأ له بال إلا بعد توفير كل الأمور اللوجستيكية لإنقاذ الموسم الجامعي. أستاذ محمد رامي رجل ذو كفاءة كبيرة في التسيير، رجل عالم في مجاله. أستاذ محمد رامي كان رجلا يتقن التواصل مع جميع المكونات. الأستاذ محمد رامي كان رجلا طيبا دائم الابتسامة، رجل طيب جدا، كان يستحضر دائما مصلحة الجامعة، مصلحة الطالب أولا. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.